الأسبوع الثاني بدون أكل، الأسبوع الثاني بدون شراب، الأسبوع الثاني بدون احتواء، الأسبوع الثاني من التهميش، الأسبوع الثاني من اضطهاد، الأسبوع الثاني من لا مبالاة في من في أبناء الشعب. ما عندهم حتى شي ذنب غير أننا كنحملوا لاكارت ناسيونال على أننا مغاربة. أولا سبب ثاني على الانتماء الطبقي ديالنا، على أننا ولاد الشعب، ولاد الشعب اللي ما كيحققوش الطموح ديال سيدة الوزير وقيلة، ولاد الشعب اللي وقيلة ماشي باه محامي، ولاد الشعب وقيلة اللي ماشي باه في واحد المناصب عليا اللي تتحلي الفرص وتفتح ليه الأبواب، ولاد الشعب اللي المشعل ديالو هو الثقافة ديالو، هو الدراسة ديالو، هو الكد ديالو والاجتهاد ديالو. هذا هو السبب الحقيقي للتواجد ديال هاد المضربين على الطعام هنايا، السبب الحقيقي الأسبوع الثاني بدون استجابة. كنلاحظوا بأن محكمة النقد كان ضدنا، كنلاحظوا بأن الناطق الرسمي باسم الحكومة هذاك التصرف ديالو ما قدينا حطوه في تشي خانة. اللامبالاة، التهميش، الأفارقة جايين من بلاد أخرين لاجئين في المغرب ديالنا وكنعطيهم حقوق، فما بالك بأبناء الشعب، فما بالك بأبناء المغرب. ما عندهم حتى شي مطالب نهائيا، بغاو امتحان نزيه، تظلمنا في هذا الامتحان، بغينا امتحان يتعاود وليس بالشيء الكثير. راه ماشي شي حاجه اللي كثيره ولا صعيبه ولا غادي تكلف حتى من الناحيه الماديه شي حاجه اللي هي كثيره. لهذا راه حنا باقين مستمرين وباقين غادي نساعدهم الامور ديالنا، لان مادام الدوله ديالنا كتهيننا بهالطريقه ديال صمت القبور واللامبالاه كاننا ماشي ولادهم. حطوا يديكم على قلبكم، واش كون كان واحد في ولادكم هنا واش كانت غادي تكون واحد الحركه وغادي تكون واحد التجاوب ولا لا؟ عافاكم جاوبونا. واش غير حيت هادو الاباء ديالهم قراوهم بالجد، وهذا مسكين اللي باه مسكين غير موياوم، هذا مسكين اللي باه مسكين غير خدام تياخذ واحد الخلصه، يمكن تيجلس بالجوع، يمكن كيخلي الخوت ديالو صغار بلا كسوه بلا صباطه باش يوفر له الكتوبه وباش يعطيه انه يقرا، وكيترجى فيه واحد الحلم في المستقبل انه ان شاء الله يقدر في هذا المغرب ديالنا ديال 2023 ان غادي يقدر يتحقق واحد الحلم. يعني راه عده اسئله كنطرحوها حنا كابناء الشعب وكمرصبين، فين غادا بينا البنات؟ فين غادا بينا المغرب ديالنا؟ فين غادي بينا؟ فين بغيتو توصلونا؟ قرينا ما فتحتولناش الابواب، تشردنا الزنقه، احنا شنو؟ واش حنا نكيره؟ وحنا علامه استفهام في هذه البلاد؟ حنا راه ما بغينا والو، قرينا. تجاهلنا جميع الضغوطات باننا نكونوا فاسدين في الزناقي، نكونوا شفاره ونكونوا نكريسي ويكونوا البنات الدعاره ما نعرفين كان غادي يخرجوا. حنا تحدينا هاد الصعوبات كامله علاش؟ حيت كنبغيو المغرب، كنبغيو بلادنا. انا باش تكون محامي راه ماشي سهله، راه ماشي اي واحد يقدر يكون محامي. علاش؟ لا من الناحيه الماديه، لان العقبات حنا كنعرفوها، انك باش تولي محامي خصك واحد المبلغ اللي هو هائل وطائل جدا تعطيه للهيئه باش انك تولي محامي، باش تلبس ديك البدله، بدله الملوك اللي افتخر بها الملوك فاش انهم لبسوها، عطاوها واحد المصداقيه، عطاوها واحد لافالور. وهذيك لافالور ماشي راه ماشي حكر عليكم غير نتوما بوحدكم، هذيك راه مهنه حره، مهنه حره اللي ينجح غادي يتوكل على الله ويزيد القدام. نتوما نورمالمون خصكم تساعدونا، خصكم تساندونا، خصكم تفتحوا لنا الابواب، لاننا حنا هو الجيل اللي غادي يحمل المشعل. حنا الابناء دابا اللي عايشين مع سيدنا محمد السادس، والابناء ديالنا اللي غيطلعوا هما اللي غيهزوا المشعل مع الحسن الثالث. يعني هادشي راه متوارث، سلسله كدور. يعني راه خصكم تحتويونا، واحتويونا عباد الله، احتويونا. راه ما كنطلبوش منكم شي حاجه كثيره، ما طلبنا منكم لا تعطيونا فلوس ولا تعطيونا وظيفه عموميه وتبقاو تخلصونا شهريا، ما طلبنا منكم حتى شي حاجه، حتى حاجه ما طلبنا. حنا بغينا بلادنا وكنتقاتلوا مع الوضع ديال بلادنا وما تهرسوناش. الافق ديال هذا الاضراب على الطعام، الافق ديالو هو ان يكون شي تدخل. حنا دابا كنتسناو شي تدخل، شي يد مساعده، اما الوزير يجي يجلس معنا حوار نلقاو حل لهذا الشيء، ولا شي يكون شي تدخل. مادام هاد اللامبالاه كاينه وهاد السلبيه في الحوار بقى قائمه، الاضراب عن الطعام باقي قائم وباقي التصعيدات وباقي ان شاء الله غيكونوا وقفات احتجاجيه وباقي في بزاف ديال الحوايج. واليوم حنا راه عندنا 15 مضرب عن الطعام، والايام المقبله ما كنعرفش شنو كتجيب لنا، ما عارفاش اشنو كتحمل لنا الايام المقبله. يقدروا يتزادوا، يقدر الله قدر الله
نخسروا واحد من هاد الناس اللي راهم هنايا. مني غادي نخسروهم؟ عافاكم قولوا لنا باي وجه غادي تجيو عندنا غتحاورونا؟ غادي نبقاو وصمه عار على جبل الوطن، وصمه عار نقطه سوداء عمرها ما غادي تسمحها. غادي تبقى وقت ما جا وقت الامتحان غتبقى تتداول هاد السيناريو هاد الحادثه، بان راه في 2023 كانت واحد النخبه وكانت واحد فئه معينه قدمات الامتحان، وكان امتحان ما نازيش، وكانت فيه خروقات، وكان فيه تزوير، وهادشي كلشي على قدام العلن. حنا ما كنخزنوا حتى شي حاجه، كلشي قدام الصحافه. وقضيتنا ما بقاتش قضيه وطنيه، لدرجه بان حتى الاجانب دخلوا، الصحافه الاجنبيه تدخلات وفضت في هذا الامر، كلشي بالورقه والدليل بانها كان امتحان ماشي نزيه. هذا في الوقت اللي وزير العدل الان كيقدم تقرير حقوقي في جنيف. نعم. ما بالك انه الاولى انه يشوف الوضع الحقوقي ديال البلاد. انا بعدا انا حشمت بلاصه الوزير، انا ما كنحمش حقيبه وزاريه، انا مواطنه بسيطه جدا. كيف انك تتمشي لجنيف كتحاضر في حقوق الانسان وانت كتهضم حقوق الانسان في بلادك؟ انت حق هضم حقوق هاد الطلبه وهاد الناس هادو. وكيفاش انت كتمشي لجنيف وكتقول انا بلادي باي وجه؟ باي وجه كتهضر على حقوق الانسان في بلادك؟ وانت بلادك اليوم راه كترتكب فيهم جريمه اعدام او القتل البطيء. هاد الناس راه كتقتلهم عرق بعرق، وراه انت السبب. راه الا وقعت لهم شي حاجه انت اللي كتحمل المسؤوليه، لان الوزاره ديالك الحقيبه اللي كتحمل هي سبب على هاد المهزله هادي. راه ماشي شي وزاره وحده اخرى. وعيب وعار باش تكون وزاره ديال العدل اللي كتبت العدل في البلاد وكتبت الحقوق وكتشرع القوانين يوقع فساد بهذه الطريقه. هذه راه كارثه موصوفه. انا كنتمنى ان الاجانب هذيك جنيف اللي مشيتي كتهضر على حقوق الانسان ما يكونوش مطلعين على الفضيحه اللي خليتي في المغرب من موراك ومشيتي كتهضر على حقوق الانسان. كنتمنى